تبدأ غدا وزارة الإسكان طرح نحو 30,000 قطعة أرض لمختلف الشرائح في 22 مدينة جديدة. وأوضح نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشؤون التجارية والعقارية المهندس طارق السباعي أنه سيتم طرح 14,248 قطعة أرض للإسكان الاجتماعية، وذلك في 12 مدينة جديدة. كما سيتم طرح نحو 10,626 قطعة أرض للإسكان المتميز، وذلك في 16 مدينة جديدة، فضلا عن طرح 5,271 قطعة أرض أخرى. وأشار السباعي إلى أن أعمال البناء بالكامل يجب أن تنتهي خلال 3 سنوات من تاريخ استلام الأرض، على أن يلتزم المخصص له الأرض بالشروط والمواصفات الواردة بكراسة الشروط.